تحية الإخوان والأخوات في موقعنا نيشان الآن. اليوم كنتواجدوا بمدينة زكان اللي شفنا واحد الظاهرة ديال سرقات السيارات بهذا الشارع الرئيسي اللي شفنا بعد ثلاثة السيارات اللي هما تسرقوا، لأن كيقول لك مول السيارة اللي مشاو ليه بورتابل مشات ليه مبالغ مالية قدروها تقريبا 500 درهم. وهذا محترف، هاد السارق صراحة محترف، لأن قال لك هذا كيحل بالسوارت أوتوماتيك. إذا نتمنى من الناس ديال إنزكان، حي إنزكان، اللي عنده شي سيارة ولا اللي عنده شي حاجة يرد البال، لأن هاد الشيء راه تسرق بالنهار وكاين بعض البلايص اللي تسرقوا فيها بالليل. إذا هاد الظاهرة راه كاينة بمدينة إنزكان، ونتمنى من المواطنين باش يحذيو السيارات ديالهم. وكان التدخل ديال الأمن الوطني اللي خداو البصمات ديال هاد السارق أو السارقة باش يكشفوا على هاد المجرم اللي كيخلي الناس حتى كيدخلوا المحلات ديالهم وكيجي يحل السيارات بدون شفقة بنهار ماشي حتى بالليل. إذا تحياتي الإخوان، نتمنى من الناس باش الميساج يكون واضح